مرحبا فيكم بحكي سكري، بودكاست نعمل كجزء من التعاون بين منظمة أطباء بلا حدود وبوزيتيف أون جلوكوز. في حلقتنا لليوم حنستضيف شاب متعايش مع السكري من 14 سنة، حدا بيروح على الجامعة، بيشتغل فول تايم جوب وعايش حياته مع السكري بسلام. هاي حسين. هاي سيرين، كيفك؟ الحمد لله روق، كيفك؟ ماشي الحال. حسين، خبرنا أكتر شوية عن حالك. أكيد. مثل ما قلتي، أنا كان I was diagnosed with diabetes، كان عمري 9 سنين. بتذكرها بالتفصيل هيديك الليلة. كان نهار هيك شعور غريب جدا، شي 3-4 الصبح، بحس أنه الغرفة عم تكبر وتصغر لوحدها. فهون حست علي الماما، قالت لي انه شو رايك فحصلك السكر. ما بعرف شو خطر ببالها انه ليه بدها تفحص السكر. قلت لها اوكي نفحص السكر. فحصت السكر وراحت، ما قالت لي شيء، تركتني نايم بالتخت. بعد شوي بسمع صوت بكي. انا هون ما اخذت وعطيت انه شيء خاص بالسكر، فكرت في شيء صاير، يعني شيء اكسترنال ايفنت. فقوم طلع فيهم، شو في؟ ليه عم تبكوا؟ ما حدا بيجاوبني. عملت الفحص مرة تانية وكان 457. فهون أنا مع أنه كنت صغير بس عندي نوليدج أنه هيدا كان رقم عالي. كنت بتعرف شو يعني سكري؟ كنت بعرف شو يعني سكري. مين عنده تايب 1 بالبيت؟ خيي الأكبر مني. سو أنت عايش كنت مع تايب 1؟ أوريدي كنت عايش معه وبعرف شو يعني. فقلت له شو يعني هيدا سكري؟ قالت لي إن شاء الله لا، يمكن ما كان ملخبطة. قلت له أوكي. قالت لي بدنا نروح على المستشفى. ونزلنا على المستشفى وبلشنا. بلشت الجيرني. كنت تعطي الهم يصير عندك سكري لأنه عندك حتى بالبيت عنده تايب 1؟ نحن وصغار منفكر أنه خلاص الدنيا كلها ما فيها علينا، فما منفكر هيك أنه رح يصير في دايابيتيز أو أي نوع من الأمراض التانية. لا، ما كنت بفكر هيك شيء. بس حتى نشرح للليسنرز أو الناس اللي عم بيتابعونا، تايب 1 دايابيتيز هو السكري من النوع الأول، وهو بيزيكلي بيكون الشخص الخلايا اللي بتنتج انسولين، هرمون الانسولين بالبنكرياس، بتبلش تمر بهجمة جهاز المناعة، بصير الشخص ما قادر ينتج هذا الهرمون. الانسولين هو شيء كتير مهم لأنه احنا بحاجة له لحتى الجلوكوز يقدر يفوت على المسلز والأعضاء تبعنا ويكون عنا طاقة ونعيش حياتنا. بلا انسولين ما فينا نعيش، تقريبا 3 أيام بس فينا نعيش نضايم بلا انسولين. فكتير مهم الأشخاص اللي عندهم نقص بالإنسولين ياخدوا إنسولين من مصدر خارجي، وبالتالي ناخد إنسولين كل حياتنا. كمان حتى نشرح، الإنسولين هو نوعين بياخدوا الأشخاص متعايشين مع سكري النوع الأول. ياخدوا أنواع إنسولين بطيء المفعول بيسموه مثل لانتوس مثل تريسيبا، اللي هني بيزيكلي هولي بيغطوه على 24 ساعة اللي هو بيكون عايشها كل يوم، بيخلوا السكر يكون تقريبا ستيبل. وكمان بناخد شيء اسمه short acting insulin او انسولين مفعوله قصير مثل novorapid مثل هيومالوج. في كمان other types of insulin اللي هن بيغطونا على الميلز، يعني بس ناكل نحسب قد ايه اكلنا، قد ايه في نشويات بالاكل، قد ايه سكر كان، حتى كمان صحيح نعطي جرعه تصحيحيه. وبناخد انسولين عند كل وجبه حتى نتاكد انه عم يكون السكر تقريبا بضمن النطاق الصحي له، اللي هو اجمالا ينصح انه يكون بين 90-180، حتى بحدود 75-180 كمان it's okay. شي مرة عملت هايبو إيفنت أو هبوط بالسكر زعجك أو تتذكره؟ كل شخص دايابتك عنده هيدا الإيفنت يلي ما بينساه بالهايبو. بتصير أكيد، صارت معي قبل. بتذكر مرة بالمدرسة كنت بعدني جديد مشخص، كنت هبوط سكر عادي، ماشي مخيف بس كنت جديد عليها. صار معي قبل wrong injection بشكل خاطئ، خدت انسولين بشكل غلط، بدل ما أخده بالفات أو الجسم أخدته بالمسل، فكان مفعوله سريع جدا وبقي شي ساعة ينزل يعمل هايبو. فيك تشرح شو بتحس بس تعمل هبوط بالسكر اللي عم يشاهدونا أو
يستمعوا لنا؟ هبوط السكر في قلو هيك شعور يونيك الإنسان ديابتك بيعرفه. في خفقة قلب غريبة بتصير كأنه قلبك عم يغرق، بتحس مزبوط هيدا هيك أنه جوانك كله عم يغرق بشي. في بكون توتر مرات، في أشخاص بيجي عبالهم يبكوا، جوع، تعب شديد، دوخة، بيبردوا إيديك. فهيدول يونيفرسال إذا بدك. بس نوضح، هبوط السكر هو حيالة مرة السكر بينزل تقريبا تحت 70. هبوط السكر فيه يكون خطير، لأنه إذا وصل لمرحلة 40 ومدون ممكن إنسان يفوت بكوما. ها بحاجة للسكر تنكون فعالين تفونكشن، لأنه بيزيكلي الجلوكوز هو فيولنا. اكزاكتلي بس إذا يوطى السكر كتير بطل يوصل إناف جلوكوز على دماغنا، سو ممكن يؤدي لوفاة يعني بحالات اكستريم. من هيك كتير خطير انه يصير في هبوط، وانسان دايما لازم ينتبه ويفحص ويعرف شو هن علامات الهبوط لحتى يتجنب انه يصير معه هبوط حاد. وانا هون نصيحة شخصية بعطيها لحالة حدا متعايش مع السكري، بليز خبروا الناس اللي حواليكم بشغلكم بحياتكم انه عندكم سكري لحتى يقدروا يساعدوكم بحال صار عندكم هبوط حاد، لأنه عن جد أوقات بتفرق معكم على 5 دقايق بتكونوا بحاجة حدا يساعدكم يعطيكم عصير أو سكر حتى توقفوا الهبوط. هيك في عندك ذكريات تانية أو مواقف معينة مع السكر بتحس أثرت فيك؟ في موقف كوميدي أكتر. هو وقت ما يكون حدا حواليك ما بيعرف كتير بالسكري، تخبريهم أنا صار عندي هبوط، فبقولوا لك بدك الإبرة، هو لازم يعملوا العكس. يس قتلني. بالضبط هيك بيكون عم بيزيد عليك. بتحس كشاب بعدك شاب بأول عمرك، شو مرة كان قال لك كومنتس عن كيف السكري حيأثرك على حياتك، أو نعمل مثل توصيم لمين أنت لأنه عندك سكرة؟ ليكي في عالم بعضهم لهلا بال2023 جاهلين، أبسط شيء ممكن أقوله أنه جاهلين، ما بيعرفوا شو يعني سكري. كب تعليق أنه هيدا ما سكري ليه عم يتعلم، وكأنه أنه هيدا شخص رح يموت بعد بكرة يعني وخلص ما في شيء في حياته لقدام. طبعا صاروا 14 سنة وستيل كاونتينج أكيد. وصرت بآخر مسيرتي الجامعية، هذا دليل أنه منا لايف سنتنس، ما بتنتهي الحياة مع السكري. وافقك الرأي، ودائما أقول أنه أنا بالنسبة لي السكري هو كان my super power، قوة الخير، لأنه كل شيء بعمله كان يمكن نوع من تحدي، لأنه قال لي عندك سكري، ما فيك، انت بنت مع سكري، ما فيك مثلا تتجوز، ما فيك تجيب اولاد، ما تشتغلي شغل كتير بتعب. هيك دائما بيوسموك بقصص انه ما فيك ما فيك ما فيك، وبتصير عندك هيدا النار انه لا بتعرفوا شو في وحاعمل. شو في هيك درس علمك يا السكري او شيء تعلمته لانه انت متعايش مع السكري؟ ليك السكري بيعلمك انه اول شيء تكوني انسان كتير منظم بحياتك بكل شيء، وبتمتد من السكري لعلاقاتك الاجتماعية، لعلاقاتك العاطفية، لبرنامجك اليومي، أنه دايماً بيكون عندك بلان لكل شيء. فيمكن مزبوط it's your super power، لأنه تنزل لك كل شيء، أي مشكلة بتواجهها بتعرفي أنه خلص بده يكون أنا عندي structure. لأن مرأة كتير بمشاكل مع السكري ف you apply it، أي مشكلة بتواجهها يكون عندك شيء اوكي بدي اعمل 1 2 3 ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 وخلص. انت هلا هون بحكي سكري، شو هي هيك 1 تيب تعطيها لكل اللي عم يسمعونا؟ 1 تيب ممكن اعطيها بالاخص للي مشخص جديد، انه لو حتى لو عشت مع السكري ل 20 سنه و 30 سنه، you will always learn something، رح تتعلمي كل يوم شيء جديد، رح يفاجئك السكري، ما رح يخيب أملك، رح يفاجئك. ف دائما
ما إذا صار شيء جديد صار أول مرة معي ما تيأسي منه أو ما تعصبي إنه أنا عندي خبرة كيف ما بعرف هالشي، دائما حتتعلمي شيء جديد. وللي مشخصين جديد بقول إنه كتير مهم تلاقوا حدا معه سكري تحكوا معه وتجوين الكوميونيتي، تعرفوا على ناس معه سكري يحكون أكيد غير الحكيم، هيدي مش نصيحته ونصيحة حكيم، أنتوا عم تسمعوا تجربة شخصية هون كحياة كسوشيال أسبكت كتير مهمة. ثانكيو كتير إنك خبرتنا عن هيك قصص، أنا بعرف قد بمسوك يعني في كتير شخصيين، وبتمنى هالشي يساعد كتير أشخاص عم يسمعونا. This is the reason why we do it. Advocacy. Awareness. Advocacy, yes. شكرا لكم استمعتوا لنا، حتلاقوا بالكابشن تحت لينك للبودكاستينج بلاتفورمز حتى تكونوا عم تسمعوا هيدا البودكاست. بليز شاركوها مع أكبر عدد من الأشخاص اللي بتعرفون إن كان عندهم سكري أو ما عندهم سكري. تذكروا إنه بكل بيت لبناني في حدا على الأرجح عنده نوع من السكري. و stay tuned لحلقاتنا الجاية.